أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش التطورات المتسارعة بين الاتحاد الأوروبي وإيران فيما يتعلق بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، خصوصا بعد رد طهران على المقترحات الأخيرة والنهائية التي أرسلها الأوروبيون. ونسأل: ما مضمون الرد الإيراني؟ كيف تتفاعل واشنطن والدول الغربية مع هذا الرد السريع الذي جاء بعد أيام فقط من إرسال المقترح الأوروبي؟ ماذا عن الضمانات؟ ومن الذي قدم تنازلات حتى وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم؟ ما سر التوافق المفاجئ بعد سنوات من الخلافات والمفاوضات والعقوبات؟ هل نقترب من إحياء الاتفاق من جديد؟ أم أن الطريق ما زالت مغلقة أمام هذه العودة؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من بروكسل، الباحث في الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات، ويشاركنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان. نبدأ النقاش بعد التقرير. المفاوضات النووية الإيرانية تدخل مرحلتها الحاسمة مع تقديم طهران ردها المبدئي على المقترح الأوروبي بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، على أن يقدم الجانب الأوروبي رده على ذلك في غضون يومين. رغم ارتفاع نبرة التفاؤل بشأن تسوية القوى العالمية لملف الخلاف النووي مع طهران، تواجه إيران والولايات المتحدة صعوبة في التغلب على خلافات شائكة تتعلق بثلاث قضايا رئيسية في المحادثات، أبرزها رفع العقوبات المفروضة عليها والتزام واشنطن بل وتقديمها ضمانات بعدم إلغاء الاتفاق حتى لو تغيرت الإدارات الأمريكية مستقبلاً. على ضوء ذلك، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المقترحات الأوروبية تضمنت تنازلات كبيرة لإيران تهدف إلى إنهاء تحقيق وكالة الطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية المفترضة التي رصدتها فرق الوكالة في بعض المواقع، كما تتمسك واشنطن بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران وإبقاء جزء آخر، كما تصر على توسيع الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي. وبين هذا وذاك، يعكف خبراء الاتحاد الأوروبي على دراسة الرد الإيراني والتشاور مع واشنطن بشأن المسودة النهائية، مع تعهد طرفي الخلاف بانتهاج الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق سياسي. وفي انتظار أن تحسم الأيام القليلة المقبلة مصير جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، تبقى هذه النقاط الخلافية تشكل عقبة أمام الجهود الدبلوماسية التي من الوارد أن تنهار أمام أي خلاف. نسرين حامدي، تي آر تي عربي. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ مباشرة الحوار مع ضيفي من بروكسل محمد رجائي بركات. أستاذ محمد رجائي، الرد الإيراني السريع على المقترح الأوروبي النهائي لإعادة إحياء الاتفاق النووي، كيف تقرأه العواصم الأوروبية المعنية بهذا الاتفاق، وكيف تقيم أيضا سرعة الرد من الجانب الأمريكي؟ أعتقد العواصم الأوروبية وأيضا الجانب الأمريكي للجميع مصلحة في أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران، وذلك لأسباب عديدة، أهمها أن هذا الاتفاق سوف يسمح لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية باستيراد النفط والغاز من إيران، وهذا سيساهم في إيجاد حل لمشكلة انقطاع وصول النفط والغاز من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هناك مصلحة لدول الاتحاد الأوروبي في الإسراع في العودة، عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق. لهذا وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الكثير من التنازلات، وأيضا الأوروبيون مصرون منذ أن غادرت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق، عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. الدول الاتحاد الأوروبي
كانت دائما مصرة على الاستمرار في التفاوض لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب أخرى أيضا، وهي أنها ترى أن هذا الاتفاق يشكل عامل استقرار في المنطقة وخاصة منطقة الخليج، ويمنع إيران. أستاذ محمد رجائي، يعني على أسلحة هذا ينقلني إلى نقطة أخرى أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، حيث قالت إن الاتحاد الأوروبي قدم تنازلات كبيرة لإحياء الاتفاق. ما هي طبيعة هذه التنازلات، وما الدوافع وراء تقديمها إذا ما استثنينا فعلا الرغبة في تدفق موارد الطاقة الإيرانية إلى القارة الأوروبية؟ في الواقع لم يتم تقديم تنازلات كبيرة من قبل الدول الأوروبية، من قبل الاتحاد الأوروبي. الموضوع هو العودة إلى الاتفاق الأساسي الذي كان قد تم التوقيع عليها عام 2015 ميلادية. فبالتالي الدول الاتحاد الأوروبي كما ذكرت أيضا مقتنعة بأن هذا الاتفاق سيمنع إيران من الحصول على السلاح النووي من ناحية، ومن ناحية أخرى سيمنع وقوع نشوب حرب في منطقة الخليج. طبعا الجانب الإسرائيلي نعلم جميعا أنه يحاول أن لا تشارك، أن لا تعود الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق، و مرارا حاولت وطلبت أن يكون هناك تدخل عسكري، ربما قصف المفاعلات النووية، ولكن دول الاتحاد الأوروبي ترى أن هذا يشكل خطر على السلم في ليس فقط في منطقة الخليج وإنما أيضا في العالم. هذا عامل، ومن ناحية أخرى هناك مصالح للشركات الأوروبية، مصالح اقتصادية هامة مع إيران. إيران كانت شريكا وكان هناك الكثير من المشاريع الهامة، على سبيل المثال شركات التنقيب عن النفط توتال وغيرها، وأيضا فبالتالي العقوبات الأمريكية وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية حث ودفع هذه الشركات على وقف التعامل مع إيران. فالآن في حال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق ستزول هذه عقوبات، وبالتالي بإمكان الشركات الأوروبية العودة إلى العمل داخل إيران والاستفادة اقتصاديا من التعاون التجاري والصناعي مع إيران. نعم، انتقل إلى ضيفي من طهران دكتور محمد صالح صدقيان. أيام قلائل فصلت بين تقديم الاتحاد الأوروبي مقترحه النهائي لإعادة الاتفاق النووي أو لإعادة إحيائه والرد الإيراني على هذا المقترح، ما الدوافع الإيرانية لسرعة الرد؟ مساء الخير لك رائد وإلى ضيفك وللمشاهدين. مساء الخير. أعتقد بأن إيران منفتحة وردها السريع على المقترحات الأوروبية، مسودة القرار الأوروبية، هو جاء استنادا إلى انفتاحها وتعاملها الإيجابي مع مسودة القرار، لأنها تريد إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه مع مجموعة 5+1 في العام 2015. وبالتالي الآن حتى أن الرد الإيراني هو رد واقعي ومنطقي، يريد أن يحقق هدف واحد وهو التوصل إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام 2015. يريد الإيرانيون الاستفادة من المميزات الاقتصادية التي وردت في هذا الاتفاق، ومنها إزالة العقوبات المفروضة على إيران، وبطبيعة الحال عودة إيران إلى البرنامج النووي الإيراني وإلى المستوى الذي يريده الاتفاق النووي، وهو معدل تخصيب بنسبة 3.76. هذه نقطة في غاية الأهمية. إلا وأقول لك بشكل واضح بأني لمست خلال 24 ساعة الماضية، يعني اليوم فجر اليوم الثلاثاء، كان هناك رد الجانب الإيراني للاتحاد الأوروبي على مسودة القرار الأوروبية. الأجواء التي عشناها خلال 24 ساعة الماضية والتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، وكذلك التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، هي كانت إيجابية وكانت منفتحة على مسودة القرار. لكن هناك مشكلة. هذه المشكلة أن يعني إيران لم تطالب الآن، هذه الملاحظات التي أرسلتها إيران إلى الاتحاد الأوروبي ليس فيها يعني شروط خارج الاتفاق النووي، هي تريد ضمانات.
الإيرانيون لماذا لم تعلن دكتور محمد؟ لو تسمح لي، يعني لماذا لم تعلن طهران عن النقاط الثلاثة التي عقبت بها على مشروع الاتفاق النهائي، وطالبت في المقابل الولايات المتحدة بالالتزام بإعطاء المزيد من المرونة تجاهها؟ لماذا لم تصرح بها صراحة؟ يعني هناك يعني بشكل مكتوب تم الرد على المقترحات وسلم للاتحاد الأوروبي، وأنا أعتقد بأن هذا شيء جيد جدا. لكن أنت تعلم في المفاوضات النووية وفي كل مفاوضات هناك تعقيدات، كما قال الدكتور محمد من باريس، هناك إسرائيل التي لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم، وبالتالي هناك الكثير من الجهات ربما لا تريد إحياء الاتفاق النووي لأنه لا يصب لمصلحتها. لكن بشكل عام الاتحاد الأوروبي الآن واقف على النسخة مكتوبة من الرد الإيراني. الجانب الأمريكي أيضا حصل على هذه النسخة من، يعني بالتأكيد الجانب الأوروبي أيضا ربما زود الجانب الأمريكي بهذه الملاحظات. الآن المشكلة الحقيقية ليست في إعلان ما هو الرد الإيراني، المشكلة هو كيف سيتعامل الجانب الأمريكي مع هذه الملاحظات. إيران في هذه الملاحظات، أنا أقول لك بشكل واضح، إيران أرى كل الملاحظات هي تتعلق بضمانات. طيب أنا سأعود إلى موضوع الضمانات معك دكتور محمد صالح، ولكن وزير الخارجية الإيراني سيد حسين أمير عبد اللهيان تحدث عن خيار بديل لدى الاتحاد الأوروبي في حال فشل الاتفاق، وتحدث أيضا عن وجود خيار بديل أيضا عند طهران في حال فشل الاتفاق. ما هو التصور المبدئي لهذا الخيار؟ يعني الكل لديهم خيارات، يعني الجانب الأمريكي خياراته هو قاله بشكل واضح، قاله بأنه مزيد من العقوبات على إيران. والأوروبيين ربما الجانب المتضرر الوحيد من عدم إحياء الاتفاق النووي خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية هم الأوروبيين، لأن في حالة إحياء الاتفاق النووي بالتأكيد سوف يكون هناك الغاز الإيراني، النفط الإيراني، وهذا ما تريده أوروبا. بالنسبة إلى إيران، إيران أيضا لديها بدائل، وبالتالي إيران الآن هي يعني نقطة الضعف عند الإيرانيين هي القضية الاقتصادية والعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران. الآن نحن نتحدث عن مرحلة ما بعد الأزمة الأوكرانية. الآن نحن نتحدث أيضا هناك اتفاقية استراتيجية موقعة بين طهران وموسكو ربما تفعل خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة، تجدد لأنها كانت لمدة 20 عاما وربما تجدد بشكل أكثر اندكاك بين الاقتصادين الإيراني والروسي. طيب أنا أريد أن أستأذنك دكتور محمد صالح بنقل هذه النقطة بالذات، ولكن من زاوية أخرى، إلى الأستاذ محمد رجائي بركات ضيفي من بروكسل. بروكسل، كيف تنظر إلى الدور الذي تلعبه موسكو في هذه المفاوضات، والذي عبر عنه أكثر من مرة ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية سيد أوليانوف؟ كيف تنظر إلى هذا الدور في ضوء المستجدات التي فرضتها الأوضاع في أوكرانيا؟ في الواقع موسكو قد تكون لديها مصلحة في عدم الإسراع بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق، وعدم الإسراع في التوقيع على الاتفاق من جديد، وذلك لأن هذا الاتفاق سوف يجعل النفط والغاز الإيراني بديلا للنفط والغاز الروسي، على الرغم من أنه الآن تقريبا انقطع، قامت روسيا بتخفيف قطع الغاز والنفط عن العديد من الدول الأوروبية. ولكن أيضا من مصلحة روسيا أن تتم العودة إلى هذا الاتفاق، مصلحتها أيضا أن تكون إيران، أن تعود إيران إلى الساحة الدولية، وأن يكون هناك تبادلات اقتصادية تجارية بين إيران وكافة الدول الأخرى بما فيها روسيا. فبالتالي الموقف الروسي نوعا ما كان غامضا، ولكن في النهاية الحل الوحيد أمام كافة الأطراف هو العودة إلى الاتفاق من جديد. والدليل على ذلك أن دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة مصرة على الاستمرار في التفاوض، وحتى فيما لو فشلت المفاوضات الحالية، على الرغم من أن هناك احتمالا كبيرا
التوقيع على الاتفاق من جديد، وحتى فيما لو فشلت فأعتقد أن الجانب الأوروبي سيعمل على استمرار التفاوض من جديد إلى ما لا نهاية. نعم، يعني أفهم من هذا الكلام أن روسيا ربما لا تكون يعني مسرورة بعودة الاتفاق، لأنه قد يخفف من حدة الضغط الذي تمارسه عن طريق موارد الطاقة على أوروبا، ولكنها قابلة بالتضحية بهذه الزاوية مقابل تحسين الموقف السياسي الدولي لحليفتها طهران. بالطبع هذا أمر واقع. من مصلحة روسيا أن تعود إيران إلى الساحة الدولية وأن تكون لديها علاقات وطيدة وتبادل تجاري واقتصادي مع الدول الأخرى، وأن ينهض الاقتصاد الروسي الإيراني، وذلك من أيضا من مصلحة روسيا، فسيكون بإمكان إيران أن تلعب دورا أكبر. وطبعا التحالفات بين إيران وروسيا والصين وبعض الدول الأخرى، عودة إيران بشكل رسمي وطبيعي على طيب الساحة أستاذ الدولية محمد رجائي، يعني في هذا الإطار بالذات إلى أي مدى يبدو الموقف والمصلحة الأمريكية متطابقة أو متوافقة مع المصلحة الأوروبية؟ أعتقد على أمريكا الآن، على الولايات المتحدة الآن، كون الجانب الأوروبي تبع ولحق السياسة الأمريكية دون نقاش تقريبا. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت نوعا ما سياستها ومطالبها إزاء الحرب في أوكرانيا على الأوروبيين، وطبعا السياسة الأوروبية بهذا المجال أعتقد أنها غير موجودة. يعني الدول الاتحاد الأوروبي تطبق ما يطلب منها من واشنطن، نعم، وتتبع التيار، وطبعا هذا أدى إلى مشاكل اقتصادية هامة وكبيرة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي ربما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخفف من حدة المشاكل التي تعرض لها دول الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق السماح لها باستيراد الغاز والنفط الإيراني. نعم، أعود إليك دكتور محمد صالح صدقيان ضيفي من طهران. من وجهة النظر الإيرانية، ما هو بالضبط الدور الذي تلعبه موسكو طبعا في ضوء التموضع السياسي الحالي لكل من روسيا وإيران في مواجهة الغرب؟ في بداية الأزمة الأوكرانية ربما حدث من هذا القبيل بعدم موافقة روسيا وهكذا أشيع، وبالتالي الإيرانيون أيضا كانوا جادين في هذا الأمر، وبالتالي ذهب، كانت هناك زيارة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، زيارة أخرى لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان، وكانت هناك زيارة أيضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران في إطار مسار أستانة لحل الأزمة السورية. وفي هذه اللقاءات حصلت تطمينات من الجانب الروسي بأنه ما تراه طهران في مصلحتها في التوصل لأي اتفاق ترضى عنه أن روسيا لن تعارض ذلك، وبالتالي الإيرانيون الآن متحررون. على العكس من ذلك، الجانب الروسي يساعد الجانب الإيراني على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، ولحد الآن روسيا تقف إلى جانب إيران، مع الصين أيضا تقف إلى جانب إيران في هذه المفاوضات، وهي تسعى وتدعم إيران بالتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي. إلى أي مدى بناء على ما تفضلت به يمكن القول أن الأزمة، أزمة الطاقة الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسعت من هوامش المناورة لدى طهران لربما الوصول إلى شروط أفضل للتفاوض أو العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بشروطه كاملة؟ أنا أعتقد بأن الأزمة الأوكرانية هي تؤشر إلى تحولات جديدة في العلاقات الدولية وفي النظام العالمي الجديد، وبالتالي إيران هي جزء من المجتمع الدولي وتأثرت وتتأثر بالأزمة الأوكرانية، وبالتالي نحن على أعتاب نظام عالمي جديد بعد الأوكرانية. لا
الأزمة الأوكرانية لم تأتي بشيء قليل. الآن هذه المواجهة المفتوحة بين الدولتين الكبرتين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي هناك أيضا انعكاس لهذه الأزمة على أوروبا، على الشرق الأوسط، وإيران هي في هذا المجتمع الدولي لديها الكثير من المشاكل في علاقاتها الاقتصادية وخصوصا مع الولايات المتحدة. وأنا أعتقد بأن إيران هناك حسن عند الجانب الإيراني، هو يستطيع أن يتأقلم مع ظروف جديدة، يستطيع أن يوظف الظروف الجديدة من نعم على مصلحته. يجب علينا أن نعلم بأن في يوم من الأيام كان في الحدود الغربية لإيران في العراق 140 ألف جندي أمريكي، ولحد الآن هناك قواعد أمريكية موجودة في العراق. نعم. يوم من الأيام كان هناك احتلال لأفغانستان، كان هناك قواعد أمريكية في أفغانستان، للناتو أيضا في أفغانستان على حدودها الشرقية، لكن إيران استطاعت أن توظف مثل هذه الأحداث. نعم. هذه الفكرة نجحت إلى حد بعيد في مثل هذه. نعم، هذه الفكرة أصبحت واضحة. أعود إليك باختصار أستاذ محمد رجائي بركات، ما الضمانات التي يمكن للغربيين الركون إليها في عدم وجود إخلال من الجانب الإيراني مستقبلا بالاتفاق، وعلى سبيل المثال وليس الحصر التحول في مشاريع الطاقة النووية الإيرانية إلى مشاريع عسكرية باختصار؟ من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي أن تحصل على ضمانات كهذه. إيران سوف تعد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تشير إلى أن برنامجها النووي هو الأغراض السلمية، فبالتالي هناك مراكز أبحاث إيرانية تقوم بتخصيب اليورانيوم. الآن الخلاف مع الرقابة التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن هذه الرقابة سيتم الاتفاق ربما على تخفيفها أو إلغائها. ربما هذا بحاجة إلى مساحة أكبر أيضا لبحثه أستاذ محمد رجائي بركات. أعود إليك دكتور محمد صالح صدقيان، وباختصار شديد من وجهة النظر الإيرانية طبيعة الضمانات وحدود الثقة. دعني أبدأ من الثقة. الثقة مفقودة جدا بين إيران والولايات المتحدة لسبب بسيط جدا. يعني هناك سنوات وعقود من التجاذبات السياسية بين طهران وواشنطن، وبالتالي هناك عدم ثقة. كنا نأمل أن يكون الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس أوباما يعزز الثقة المفقودة بين الجانبين، لكن مع الأسف الشديد أن الرئيس ترامب يعني هدم هذه الثقة التي كنا نأمل بها. الآن أنا أعتقد بأن العودة إلى الاتفاق النووي وإعطاء ضمانات بآلية التنفيذ، لأن إيران لدغت من جحر مرة واحدة، لا تريد أن تلدغ من جحر مرتين، وبالتالي إعطاء مثل هذه الضمانات لتنفيذ الاتفاق، إزالة العقوبات، الاستفادة إيران من إزالة العقوبات الاقتصادية عليها، أنا أعتقد بأن هذا كفيل لعودة البرنامج النووي إلى معدل تخصيب 3.76. أشكرك جزيل الشكر من طهران دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأشكر أيضا ضيفي من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات الباحث في الشؤون الأوروبية. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.